Welcome to American Pulse. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من النبض الأمريكي. الحقيقة الحلقة النهاردة هنخصصها عن المرأة المصرية والمرأة عامة. والموضوع ده هام جدا لأنه في أحداث كتيرة حصلت وإنجازات كتيرة حصلت في مصر في الفترة السابقة، وكان للمرأة دور كبير جدا فيها. المرأة المصرية هي من ساندت الشعب المصري ومن حرصت على اهتمام المصريين بدولتهم. المرأة المصرية هي من زرعت الوطنية في أولادها. المرأة المصرية هي من سهرت لعمل كل ما هو ناجح في حياة أولادها. يسعدني ويشرفني أن يبقى معايا النهاردة أستاذة هبة عبد العزيز، كاتبة صحفية وباحثة في شؤون المرأة وقضايا المجتمع. أهلا وسهلا يا هبة. أهلا بك يا مايكل. المرأة ده موضوع كبير جدا جدا. مش عارفين نبتديه إزاي، بس نقول أهمية المرأة المصرية للدولة المصرية كبداية يعني. طيب شوف، هو يعني بشكل عام طبعا المرأة بالأرقام بتمثل نصف المجتمع، ولكنها المسؤولة عن تخريج، أنا يعني المفترض أنه بيتقال بشكل كده كجملة مستهلكة، تخريج النصف الآخر، ولكن هي أنا بشوف الحقيقة أن هي مسؤولة عن المجتمع ككل، لأنه المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة والحبيبة. الحقيقة يعني المرأة لو استثمرت في تربيتها وتعليمها بشكل كويس، أنت بتستثمر مش في فرد واحد، أنت بتستثمر في المجتمع ككل. يمكن كان قبل الهوا كنت بكلم حد وبقول له الحكاية دي، بقول له أنه يا بيكلمني عن المرأة وعشان أنا مهتمة بقضايا المرأة وكده، فيعني متصور أنه الكلام يعني هياخد حيز العنصرية أو التحيز، لكن الحقيقة لا بجد فعلا. يعني أنت برضو بتدافع عن الرجالة زي ما بتدافع عن المرأة؟ والله بدافع عنكم أحيانا يعني. لا، هي الفكرة مش يعني حتى بس عشان في مفهوم مغلوط كده لفكرة المساواة، هي المساواة في الحقوق. لا، هو المساواة دي احنا الرجالة دلوقتي اللي عايزين مساواة، احنا اللي بنطلب بالمساواة دلوقتي يعني. هو الحقيقة يمكن يعني لو هنتكلم يعني بعيدا ممكن عن الهزار بجد، لكن والله المرأة الحقيقة يعني خلال الفترة اللي فاتت دي يا مايكل بجد بالورقة بقى والقلم والأرقام، الحقيقة يعني حققت كتير جدا من المكتسبات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. والحقيقة كانت يعني يمكن قبل كده بسبع سنوات احنا كنا شايفين يعني رايحين لمنطقة مظلمة جدا، ويمكن انت يعني احنا كنا بنتكلم كتير وبنتابع الأحداث اللي كانت بتحصل. فالفكرة بالمطالبة بالمساواة هو حاليا مش موضوع بس مطالبة بالمساواة، لأنه الحقيقة كمان يمكن الدستور المصري بجد كفل لها العديد من الحقوق وأيضا ألزمها يعني بالعديد كمان من الواجبات يعني. الجزئيه دي تحديدا بس عشان تبقى يعني مش بادئين الحلقه بعنصريه كده او تحيز، لا، هي الفكره انه احنا بنطالب اكتر بالمساواه على المستوى الاجتماعي والثقافي. هو ده اللي مهم جدا جدا، ويمكن هو ده شغلي انا الشاغل على المستوى الشخصي والمهني بالاساس، لانه احنا يمكن لو بصينا على المستوى السياسي الحقيقه حصل تمكين كبير جدا للمراه. على المستوى الاقتصادي في نشوف دلوقتي كام وزيره مصريه في مجلس الوزراء، عدد أنا متهيأليش تتكرر قبل كده في أي حكومة مصرية أبداً يعني. إحنا لو بالأرقام فعلاً إحنا عندنا ما يقرب من 8 وزيرات ووزارات مش عادية يعني. وزارات هامة، وزارات هامة جداً جداً، ووزارات يعني حيوية، خلينا نقول يعني تخطيط مثلاً يعني. تخطيط، وزارة الصحة، ووزارة الصحة تحديداً في ظل جائحة كورونا اللي بيمر بيها العالم كله، وزارة الهجرة، وزارة الهجرة بالضبط. وخلينا يعني بجد يعني نرسل تحياتنا ومحبتنا لجميع الوزيرات، يمكن وزيرة التضامن، وزارة التضامن ايضا السيدة نبين القباش، كلهم الحقيقة. وكان قبل كده برضو وزيرة الآثار رانيا المشاط. هي كلها اكزامبلز، امثلة مشرفة طبعا جداً. كلهم الحقيقة يعني يعني السيدة نبيلة مكرم، نبين القباش، السيدة الوزيرة نبيلة القباش الحقيقة. ده غير كمان الوزيرات في يعني
سيدات في مناصب هامة، سواء مناصب قيادية، مناصب رياضية في محافظين، يعني يعني احنا لأول مرة فعلا بمناسبة بقى يعني سيرة المحافظين، لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية يمكن من أيام جدتي وجدتك حتشبسوت بنلاقي إنه لأول مرة بتعتلي يعني الكرسي ده المحافظة امرأة، هي السيدة نادية عبده طبعا يعني، وهي يعني صديقة عزيزة الحقيقة، ولها نشاط اجتماعي كان كبير جدا قبل كده، لكن لأول مرة كان بيجي في المحافظة البحيرة سيدة أو في أي محافظة أصلا من محافظات مصر. يعني دي الحقيقة يعني حاجة، عارف أنه مش بس حتى كمحافظة محافظة كبيرة، يعني محافظة تشالنجينج يعني فيها طبعا، والحقيقة هي قدرت تحقق فيها يعني مجموعة كبيرة من الإنجازات في الفترة اللي هي تولدت فيها. هنشوف كمان أنه بس مش استحداث بس أو الأول مرة المرأة تصل إلى منصب محافظ، لا ده احنا كمان شفنا أنه المناصب عديد من المناصب القيادية، يمكن احنا بنشوف دلوقتي كمان يمكن أبرزها في مجال القضاء، يعني احنا بنشوف انه المرأة اعتالت يعني مناصب كانت حكر على الرجال من 7 سنين وقبل كده. ما انا بقول لك انتوا شويه شويه بتطلعونا احنا اللي بنطلب المساواه. لا هو طبعا دوت شيء ملحوظ جدا، ودوت شيء يبين تحضر يعني تقدم الفكر والتحضر المجتمع المصري، انه ادرك ان الست فعلا بتقدر، المراه تقدر تنجز وتقدر يعني اكشلي في بعض الاحيان ساعات بتبقى بعض السيدات اكفأ من الرجال في بعض المناصب. يعني ما هو بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو فكره انه انت مش في الوظيفه لما بيكون متقدم رجل او امراه، اولا انت ما بتفرقش ان انت هتختار راجل او ست، انت بتشوف على بتعمل اختبارات للكفاءه، مين القاضي الاقدر ان هو يتولى المنصب ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه انت بتساوي كمان في المرتبات، فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مش فكره انه المراه اكفأ او الراجل اكفأ او احنا بننادي بصوت يعني يعلى عن صوت، لا الفكره ان احنا بننادي بالمساواه في الجزئيه دي، ان يكون فرص العمل متوفره للكفه. لا هو المفروض يبقى الوظيفه ديت بتدفع كذا، جالها بقى راجل جالها ست مالناش دعوه، هي مش مساواه. يعني بصي انا بختلف شويه مع بعض، لان في يعني مش مع حضرتك بس مع يعني في ناس بتقول لازم تساوي المرتبات، لا انا يعني ما نحسبهاش كده، احنا نحسب ان البوزيشن دوت بيدفع كذا، هو تساوي التساوي مش مهم بقى اللي بيشغل البوزيشن دوت رجل امراه، عيل، راجل كبير، راجل صغير، هو البوزيشن دوت المهام ديت قيمتها كذا في المرتب، والاقدر بحيازه هذا البوزيشن هو اللي بياخده، سواء بقى كان راجل ست. يعني يمكن اختلاف يمكن احنا متفقين في المبدا بس ترجمه الكلام مختلف. يعني لا هو نفس اللي احنا متفقين على كده، وهو ده على فكره اللي احنا بننادي فيه بيه برضه في المساواه، لانه احنا على فكره في قطاعات كتير بتعاني من انه هو نفس البوزيشن زي ما انت بتتكلم او نفس الوظيفه ولكن لما بيعتليها راجل بياخد مرتب مختلف واعلى من المراه. ويمكن يعني الحقيقه السيده الراجل يعني بالظبط ويمكن الحقيقه يعني السيده الوزيره رانيا المشاط كان ليها الحقيقه يعني مبادره حلوه جدا خلال يعني توليها حقبه وزاره السياحه السنه اللي فاتت او اللي قبلها، في الجزئيه اللي خاصه بالمساواه بين الجنسين في اللي هي المرتبات والنواحي الاقتصاديه. طيب ايه التحديات اللي بتواجهها المرأة في مصر دلوقتي؟ يعني احنا عندنا يعني احنا شايفين في موفمنت وفي حركة تجاه تعديل بعض المشكلات وبعض المنظورات لوضع المرأة في مصر. ايه التحديات اللي انت شايفاها كباحثة في شؤون المرأة بقى في مصر؟ يعني دلوقتي الابحاث بتمشي على ايه المشاكل اللي بتواجهها المرأة المصرية؟ والله هرجع تاني لكلامي اللي كنت بقوله لك في الاول، ان انا شايفة انه التحدي الاكبر بالنسبة لنا يا مايكل هو التمكين الاجتماعي والثقافي. يمكن احنا كنا بنتكلم لسه عن التمكين السياسي وهنمر كمان على التمكين الاقتصادي، الحقيقة احنا قطعنا شوط كبير جدا، وما كانش متوقع ان الدولة المصرية في ظل التحديات الكبيرة والتركة الثقيلة جدا جدا اللي كانت محملة بيها ولا زالت محملة ببعضها طبعا حتى الآن يعني وبجزء كبير يعني، لكن ان هي تقدر تقطع الشوط ده في التمكين السياسي وأيضا التمكين الاقتصادي فيما يخص المرأة، انا شايفة انه ده الحقيقة انجاز كبير
كبير جدا، ومش كهيبة عبد العزيز بشكل شخصي، ولكن ده بشهادة العديد من المؤسسات. يمكن احنا ما بنقيس يعني في أي مجتمع مكانة المرأة بتفرق في تقييم المجتمع من ناحية حقوق الإنسان، من ناحية أمور كتيرة، درجة تحضر المجتمع ده أو تقدمه. فلو هنرجع بقى للسؤال بتاعك، أنه التحدي الكبير أو أكتر التحديات اللي بتواجهها هو التمكين على المستوى الاجتماعي والثقافي، وده يمكن اللي دفع الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، وتحديدا يعني الجهات التشريعية، لتعديل بعض القوانين الخاصة بحقوق المرأة بالضبط، اللي خاصة به، زي وخاصة القوانين المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة. هنلاقي زي تغليظ عدد كبير من العقوبات، زي ما فيش أي قوانين ممارسة العنف ضد الرجل، يعني بس بس ممارسة العنف ضد المرأة. طبعا عارف انا بهزر، انه طبعا دي مشكله كبيره جدا، انه العنف الاسري، العنف الاسري. ولو ان خليني اقول لك يعني برضو حاجه، يعني بالارقام كده، هو يعني برضو في احصاءات يعني بتقول انه الرجل المصري ايضا بيتعرض سمعنا في ناس بتتدبح يعني في ناس بتتقتل وبتتحط في كياس نسبه كبيره من ده. يعني ده كان زمان، بقى دلوقتي في اساليب ثانيه. لا صحيح. طب ايه القوانين ديت اللي تم برمها لحمايه المراه من العنف الاسري؟ هقول لك، في طبعا انت عارف ان العنف ده يعني في انواع مختلفه من العنف، في العنف الجسدي طبعا، في العنف الجنسي، في العنف اللفظي، في بالظبط في انواع مختلفه من العنف. فمثلا لو هنيجي على مستوى الميراث والمواريث، ده نوع من انواع العنف اللي كان عندنا في القانون الحقيقه، انه انت عارف انه خاصه في القرى والنجوع المراه ما بتقدرش تحصل على الميراث بتاعها، رغم انه القانون بيكفل لها ده، القانون المفروض يوفر لها دوت يعني بالظبط. ولكن انت عارف ده راجع بقى، عشان كده هرجع تاني اربط الكلام ببعضه، اللي التحدي بقى اللي هو الكبير في الثقافه، عندنا موروثات ثقافيه من زمان، انه ما بتقدرش يعني لو هنيجي مثلا على المراه خاصه في الريف وفي النجوع، صعب جدا ان هي تحصل مثلا على حقها في الميراث لو في ارض زراعيه او حاجه سايبها لها والدها او يعني حد من اقاربها. هتلاقي انه دايما بيبقى في تدخل من الاخوه، وبيبقى في يعني بشكل ما كده بيبقى في عنف في التعامل مع الموضوع ده، مش قصدي عنف جسدي يعني، لكن ممكن يوصل لده، لكن ده تعنت عنف معنوي، اخواتها بيجروا على حقها يعني بالظبط. الحقيقه القانون المصري او المشرع المصري خلال الفتره اللي فاتت غلظ العقوبه في القصه الخاصه به المواريث، ده في مش بس ده موجه للمراه ولكن بشكل عام، ولكن المستفيد الحقيقه الاكبر منه هو المراه، لان هي كانت المتضرره الاكبر من حاجه زي كده، كانت الاضعف في محاوله الدفاع عن نفسها او عن حقوقها يعني. بالظبط. فدي حاجه. في حاجه كمان، احنا يمكن حاليا غلظنا العقوبه على قانون التحرش، ولكن احنا حاليا بنناقش برضو مشروع قانون لتغليظ العقوبه بشكل اكتر. يمكن احنا كان عندنا اخر قانون اعتقد سنه 1937، ده كان بيقضي بدفع غرامه 10,000 جنيه وحبس سنه، ولكن طبعا انت شايف ان ظاهره التحرش في سنه 37، لا احنا عايزين نتكلم عليها في سيجمنت لوحده، لان دي الحقيقه الظاهره بقت صعبه جدا، ويعني لو اسعفني اللفظ مقززه يعني طبعا جدا، ويعني للاسف الشديد محتاجه دراسه جديه، محتاجه تكاتف من عدد من المؤسسات الرسميه وغير الرسميه، محتاجه الحقيقه عايز اقول لك يعني تكاتف من كل المؤسسات، بدءا من مؤسسات التعليم يعني، وخليني دايما انا بحط التعليم دايما كاساس لكل المشاكل، لانه عارف يا مايكل التعليم ده هو الـ 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 المؤسسه اللي بتطلع لي الفرد اللي هو هيبقى بعد كده، يعني سواء كان رجل او امراه، بيبقى زوج وزوجه بعد كده، بيبقى اب وام. فالتعليم مهم جدا جدا جدا، والتعليم اللي هو مش التعليم بس التلقين، حتى المواد الفيزياء والكيمياء والاحياء الحاجات دي، التعليم على سكيل كبير بقى، يعني اللي هو بيبقى فيه المواد اللي هي خاصه بالانسانيه والتعامل والاخلاقيات يعني في التعامل، وده مهم جدا 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 يعني. فمؤسسه التعليم مهمه، مؤسسه الاعلام مهمه جدا جدا في التعرض لظاهره التحرش كبير جدا، اعلام بقى مرئي مسموع مقروء، او حتى الاعلام القوى الناعمه والدراما دي مؤثره جدا جدا في الحد من الظاهره او من انتشارها. طب هل يعني ادام تطرقت لهذا هذا الملف يعني، او هذه النقطه، احنا بنشوف يعني انا مش متابع جيد لجميع المسلسلات يعني ال 500,000 مسلسل
اللي بينزلوا كل سنه طبعا يعني، بس لما بقى اتفرج على حاجات كده بشوف انه في حاجات بتتعرض في التلفزيون بتدعي لهذا يعني، يعني بتدعم فكره التحرش وفكره ضرب الزوجه وفكره يعني مدوت يعني. وانا اسمع طبعا من المنتجين ومن مخرجين يقول لك ما هو ده الواقع، ما هو حضرتك ما هو يعني حتى ده لو الواقع تعبير عن الواقع انت بتنقل الواقع، بس انت برضو ليك دور تعليمي وتثقيفي ان يعني حتى لو كان دوت جزء من الواقع. وانا على فكره اختلف لان دوت مش كل الواقع، ما يعني مش كل البيوت فيها دوت يعني، هو بيختار شريحه صغيره جدا وبيعممها على المجتمع المصري وبيكبرها جدا وبيقول ان ده المجتمع المصري. بالزبط. المراه المصريه مش مضطهده في كل بيت، المراه المصريه مش غير يعني بتحترم في معظم البيوت المصريه الا قله قليله، هو بياخد بقى القله القليله ديت وبيعممها على وبيعممها يقول المرأة المصرية بيحصل فيها كذا وكذا وكذا. بالظبط. طيب الحقيقة السؤال ده مهم جدا جدا، ويعني خلينا يعني هو انت طبعا يعني طرحت سؤال على عدة يعني محاور، فخلينا مثلا ناخد الاول ان انت بتقول لي انه انت بتشوف صورة او المرأة المصرية بتشوف انه كتير من الدراما او ما يعرض في السينما هو بيسيء او بيدعو للعنف والتحرش ضد المرأة. صحيح. خليني الحقيقة اتفق معاك يعني جدا في ده، ويمكن ده كان برضو خلينا نقول انه احنا قلنا ان مصر يعني الحقيقة بتمر بتحديات كبيرة وعندها تركة ثقيلة جدا. مؤسسة الاعلام والاعلام كمان القوى الناعمة يعني أصابوا ما أصاب العديد من المؤسسات، غياب الرقابة، وخليني أحط ما بين قوسين الرقابة مش بمعنى أن أنا بقف ضد حرية حد يكتب حاجة معينة، ولكن إحنا عندنا يعني في منظومة كده من القيم والثوابت الإنسانية والدينية اللي إحنا متعودين عليها كمجتمع محافظ، تبقى نوع من المقاييس أو المعايير اللي بنقيم بيها العالم. الافكار احنا حرين نعم. فيها، ولكن في بعض المعايير والقيم اللي ما ينفعش ان احنا نخرج عن صحيح يعني. انا دلوقتي بسمع شتايم مثلا في مسلسلات وافلام ما كنتش يعني بتزعج ودنك مش متعود جدا انت. وبحس لما يعني ببقى موجود مع مجموعه تانية ده يعني ده بقى العادي يعني، ما هو فكره يعني الفاظ بتبقى تقيله جدا ما عمري ما كنت اتخيل وانا صغير اسمعها في التلفزيون يعني. انت اعلامي بقى وعارف انه في القاعده اللي هي بتاعه تكرار الرساله يعني. انت دلوقتي كنا لا يمكن زمان كنا نسمع في لغايه الخمسينات الستينات اعتقد، ويمكن والله لغايه السبعينات كمان، لو هتشاهد اي مسلسل او اي فيلم مش هتسمع لفظ عارف خارج او جارح او كوميديا مش فيها اسفاف وسخريه يعني. كنا يعني انا دايما بقول بتفرج على مسرحيات زمان وافلام اسماعيل ياسين والحاجات ديت كانت لحد النهارده بنضحك عليها وما كانش فيها اي جمله خارجه يعني. بالظبط. فهي الفكره انه للاسف الشديد يمكن بقى لنا فتره زي ما بقول لك المؤسسه الاعلاميه اصابها ما اصاب العديد من المؤسسات، ف تكرار الرساله للاسف اللي يعني اللي هي بتسيء، سواء بتسيء يعني انا عايزه اقول ان هي مش بتسيء بس لصوره المراه المصريه، ولكن هي بتسيء للمجتمع ككل. صحيح. خلى انه ده العادي، انه الالفاظ اللي انت بتقول عليها هي مزعجه بالنسبه لك انت، لا الناس بتكرر الرساله كتير بقى خلاص ده بالنسبه له البيسك ده العادي بالظبط العادي. وانت عارف انه الفن هو لا، وده معناه انه برضو الالفاظ اللي بتتقال بره اقوى بكتير من اللي يعني لو ده العادي عادي وعادي على الودان معنى كده ان في المجتمع بيتقال اكتر من كده بكتير. انا معاك انه 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 انا يعني واجبي ك ك ك سواء كاعلامي او كفنان ككاتب سيناريو كمخرج كمطرب كشاعر انه انا برتقي بالذوق العام، يعني مش المفترض انه انا حتى مايكل لو انا بنقل الواقع فانا بنقله بس بنقله بطريقه مهنيه وطريقه فيها ابداع. انه صحيح. انه اولا زي ما بتقول انا يعني مش من الامانه ان انا انقل مشكله او ظاهره موجوده واعممها اضخمها واعممها القصه في الحكايه دي كمان اكتر ما ان هي بتسيء للداخل، هي بتسيء لصوره مصر بره. انا عايز اتكلم في دوت بالتفاصيل لانه يعني انا محتاجه اخرج فاصل بس مهم جدا يعني، معلش مش هعدي النقطه ديت كده مرور الكرام، لان دور الاعلام والسوفت باور او القوى الناعمه في توصيل صور حقيقيه على ما يحدث في مصر قد ايه الناس مش مستوعبه تحسين الصوره
بصي انا يعني تحسين الصوره كويس، بس انا نفسي على الاقل ابتدي بنقل الصوره الحقيقيه، بلاش يعني تحسين الصوره دوت اللفظ دوت ساعات يعني علي اللي عليه شويه تحفظات لغايه لما الصوره وحشه انت بتحسنيها، لكن لا انا عايزه اوصل الصوره الحقيقيه، لانه مش هو دوت اللي بيتعرض في الافلام، هو دوت اللي بيحصل في كل بيت، مش هو دوت اللي بيتم التركيز عليه. وفي امثله عديده يعني مش هذكرها طبعا لان مش هتكلم. انا قبل انت حكي لي حاجات كتير بحكم يعني ان انت عايش بره، انا فاكره احنا كنا بندردش في حاجات يعني بالزبط. انا بالنسبه لي ما كنتش متصوره انه ممكن يعني الصوره الذهنيه دي هي دي موجوده لغايه دلوقتي. صحيح. فماشي. نخرج فاصل ونرجع نكمل. نرجع اعزائي المشاهدين، نراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse. ورجعنا لكم مع هبة عبد العزيز والمرأة المصرية. ملفات كبيرة وملفات شائكة وملفات قوية جدا، ودور كبير في المجتمع المصري للحفاظ على الحقوق، حقوق المرأة المصرية. أهلا يا هبة مرة تانية. أهلا بك يا مايكل. دور الإعلام، أنا معلش أنا يعني معلق على الحتة دي، لأن الحتة دي مهمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لشغلي، لأن أنا شايف أن الإعلام والإعلام والسينما والمسرح والفن ليه دور كبير جدا، وعلى فكرة ليس فقط للحفاظ على حقوق المرأة، لا ده انت كمان بترتقي بالمجتمع وبهذا الارتقاء. يعني احنا لو نفكر من زاوية تانية، هي موضوع ملهوش علاقة باللي احنا بنتكلم بيه النهاردة بشكل مباشر، بس لما مصر كان فيها فن راقي وكان فيها مفكرين راقيين ما كناش نسمع عن إرهاب وتطرف. خليني أقول لك حاجة عشان برضو ما تحسش أن أنا جاية بسمع المرأة ضد الرجل أو حاجة. صورة الرجل المصري في ذهن الكثيرات من البنات والسيدات في الوطن العربي، كتير منهم ما جوش مصر، ولكن كتير عندهم انه يعني سواء ايا كان بقى الصوره دي صحيحه او مغلوطه، ولكن انا عايزه ارتبط براجل مصري، راجل مصري الرومانسي اللي هي شافته متجسد في رشدي اباظه، شافته في احمد رمزي، شافته في صلاح ذو الفقار، سمعته عن طريق عبد الحليم حافظ. فالفن مهم جدا جدا جدا، علشان كده يعني أنا معاك قوي يعني في أهمية السؤال ده، وخاصة أن أنت كمان عايش برا مصر، فأنت بتسمع وبتشوف يمكن أكتر من الناس اللي موجودة هنا بكتير. أنا فاكرة مرة لو تفتكر كنا في منتدى الشباب وحكيت لي، يعني أنا لغاية دلوقتي يعني مش متخيلة لما بفتكر الموقف ده، يعني كان مايكل بيحكي لي أنه زميل ليك في الجامعة فقتالي أنت تحكي الموقف. لا يعني انه بيسالوا بيقولوا انت بتروح هم فاكرين كل المصريين عايشين لسه في الصحراء الجمال. والجمال فقلت له انا كان عندي جمل صغير وانا صغير، هو كبر معايا حطه في الباك يارد واهلي جابوه لي عشان يعني هي دي الصوره ده؟ هي دي الصوره اللي جايه له، لانه كل ما بيتفرج على مصر بيتفرج على الاهرامات والجمال وبتاع، فهو فاكر كل من هنا كده. هي دي اهميه الاعلام وأهمية الجزء بقى اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل اللي هو تحسين الصورة. أنا مش قصدي تحسين الصورة اللي هو يعني صورة وحشة تجميلها أو نقل صورة مزيفة، لا تحسين الصورة الخاطئة بالظبط، الصورة الذهنية اللي هي بره. يعني أنت متصور يا مايكل أنه في 2020 في حد عنده صورة ذهنية عن مصر في الوقت اللي احنا كنا عاملين فيه منتدى للشباب؟ كان حضره يعني أكتر من 5000 أو 6000، يمكن المنتدى الأخير تحديدا كان فيه حوالي 6000. أيوة. وشفت قد إيه احنا كنا بنتعامل معاهم، قد إيه هم منبهرين، قد إيه هم مش مصدقين أصلا أن مصر فيه أوتيلات 5 نجوم، فيه ناس بتلبس. وشرم الشيخ كانت مبهرة ليهم كلهم، والنظام والتنسيق وإدارة المؤتمر وموضوعات المؤتمر والامور اللوجستيه واستقبالهم وسفرهم. يعني حد بينظم رحله فيها 50 واحد بيبقى عنده مشاكل لوجيستيك لانه يظبط الناس ويجيبهم كلهم في مواعيد، تخيلي بقى لما يبقى عندي 5000 6000 بالظبط حد وكل حاجه ماشيه زي الساعه مظبوطه. طبعا ده كان نجاح كبير وده سوفت باور، ده بالزبط. دي قوه نعمه ثانيه لمصر. وبرده بقى يعني تعضينا لكلامك، الحقيقه انا شفت
قيادات من السيدات يعني او الشابات الصغيرين في المؤتمر عشرينات و... عشرينات وبيعملوا شغل رائع جدا تنظيم. هم اللي كانوا بيتولوا الحقيقه يا ما هو شباب البرنامج الرئاسي يعني حقيقة. وخلينا بجد الشباب دول في منهم شباب رائع جدا صحيح. الشباب دول احنا كنا بنشوف هم اللي بيتولوا تنظيم دخول القاعات الخروج منها توصيل لقاءات الرئيس لقاءات المنتديات الكبيره الاجتماعات الكبيره والاجتماعات الورش عمل الصغيره كل الكلام بالظبط الاهتمام بالضيوف فاحنا شفنا الحقيقه ما علشان كده انا حبيت ليه امر على منتدى الشباب تحديدا منتدى شباب العالم لانه ده زي ما كنت لسه بتقول بيحسب من ضمن القوى الناعمه فالقوى الناعمه احنا عندنا الاعلام منقسم لاثنين الاعلام المباشر طبعا بتاعنا اللي هو المرئي والمسموع والمقروء وده خلينا نقول ان هو مؤثر جدا لانه طبعا. بيأثر في شريحة كبيرة من الجمهور وتأثيره سريع ولكن التأثير الأكبر هو للقوة بقى الناعمة اللي هي متمثلة زي ما بنقول في الدراما في المسلسلات في المنتديات أمريكا غزت العالم إزاي غير من هوليوود يعني هوليوود غزت السينما الأمريكية باعت الحلم الأمريكي الحلم الأمريكي والمبادئ الإنسانية والحاجات الكتير لا وهي السينما الأمريكية غزت العالم بحاجات كتير بفكرة أمريكا بقت فكرة أيوة. أمريكا بقت حلم بالظبط دلوقتي شفنا الكلام ده برضو في الفتره الاخيره تركيا بتلعب نفس الدور بالدراما التركيه اتفضل وهو ده اللي هو فكره تحسين الصوره او خلينا نسميها اسمها الصحيح اسمها العلامه الوطنيه صناعه العلامه الوطنيه والحمد لله يمكن مصر خلال الفتره يعني اللي فاتت دي هي بتعمل على اعاده يعني صياغه علامتها الوطنيه تاني خلينا عشان نبسط للناس يمكن اللي ممكن يعني مصطلح العلامه الوطنيه يعني حاسس انه صعب بالنسبه له لو تفتكر النمور الاسيويه بالنسبه لنا شخصيا طيب هقول لك ببساطه النمور الاسيويه دي علامة وطنية يعني احنا كنا شايفين ان الدول دي كانت كتير منها كانوا بيعاني من مشاكل في القطاع الصحي مشاكل في قطاع التعليم الاقتصاد احنا النهاردة هم صنعوا لنفسهم علامة وطنية واطلقوا على نفسهم النمور الاسيوية هي دي الفكرة النهاردة احنا بعنا بقى الاسود المصرية يعني احنا ايا كان المسمى ولكن فكره ترويج العلامه الوطنيه ايا كانت بقى انت بتروج للعلامه الوطنيه يعني هقول لك على حاجه المجهودات مثلا اللي قامت بيها وزاره زي وزاره طبعا العديد من الوزارات ولكن وزاره زي وزاره الخارجيه تحديدا خلال طبعاً. الفتره اللي فاتت طبعاً. في اولا بناء جسور من العلاقات الـ 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 العلاقات القويه والمتينه او حتى العلاقات المتوازنه صحيح. سواء بقى يعني مع افريقيا سواء في الاتجاه لاوروبا سواء حتى في الاتجاه نحو بمناسبه المراه يعني عشان ما نخرجش عن الموضوع شفنا سفيرات كتير يعني قابلت العديد من السفراء السيدات الحقيقه بيمثلوا قوه ناعمه و جود ريبريزنتيشن او صوره جميله جدا لوزاره الخارجيه في الخارج يعني جدا سواء في وزاره الخارجيه او وزاره الهجره كمان يعني سواء في شخص السيده الوزيره يعني الجميله نبيله مكرم او في حتى البنات اللي شغالين معاها وطبعا والشباب يعني لكن فعلا بتشوف صوره حلوه وخليني بالمناسبه كده لو تفتكر نرجع لورا شويه لانه المقارنه برضو بتبقى يعني مفيده احنا من حوالي 8 أو 9 سنين للأسف أنت كنت بتشوف أنه نماذج الحقيقة سيئة ومسيئة جدا بتعتلي سواء في مناصب قيادية للأسف الشديد ممثلين يعني كانوا في وزارات مش عايزة أذكر أسامي وأفتكر الحقبة السيئة دي نقول الحاجات الإيجابية بالضبط أو حتى في يعني عضوات في البرلمان وطبعا كان عددهم يعني إحنا كان في الوقت ده كان تقريبا 2% إحنا النهاردة واصلين ل 26% ولكن كان بنلاقي إنه يعني للأسف واحدة طالعة بتنادي مثلا إحنا حاليا بنتكلم في قانون بيناقش التغليظ بالعقوبة وحقوق المرأة لا ده إحنا كنا بنرجع بقى الورا انه احنا بنحط دلوقتي قوانين للختان بنحط قوانين لسن الزواج زواج القاصرات انا فاكر موضوع قانون سن الزواج زواج القاصرات واخد جدل يعني انت وصفك ان هو مرعب هو فعلا مرعب خليني اقول لك حاجه يا مايكل يعني انا كان لما بسافر بره مصر انا كان يعني بكون حزينه بتضايق جدا انه بقى في صورة كده مغلوطة ذهنية برة سواء كانت بتروجها القوى القوى الناعمة والدراما لأنه المجتمعات عندنا كلها عشوائيات صورة المرأة صورة سيئة ما بتتلقاش قدر جيد من التعليم الحاجات اللي انت عارفها دي كلها
وايضا كمان بقى على مستوى زي ما كنت بقول لك القيادات او الاعلام كان ظهر نماذج سيئه ومسيئه جدا. فكان انا بيسئني جدا انه رابع او خامس حاجه بتتقال لي انه انت مصريه، يعني بتقال لي جنسيات تانية الاول لما حدش عارف جنسيتي بنتعرف او بنتكلم مع بعض انه كذا كذا كذا. ستيريوتايبنج بيبقوا فاكرين شكل الست المصريه ليها شكل معين، قالب معين. عشان كده خليني اربط بقى انه يعني عندنا النهارده في 8 وزيرات، يعني لو هنتكلم بس عن الوزيرات يعني شكلا ومضمونا الحقيقه دي صناعه علامه وطنيه. يعني انت بتروج، احنا ما كانش عندنا اولا لا الكم ده ولا كان عندنا حتى يعني لا العدد لا الكم ولا الكيف. فانت النهارده بتشوف لا صوره، يعني الحقيقه صوره مضيئه جدا وصوره مشرفه جدا صحيح. جدا. وزي ما بقول لك انه الحقيقه ده اتحقق في وقت قصير، يعني مش 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 وقت، احنا كنا لو بالورقه والقلم برضو بتحسبها لا احنا كنا محتاجين وقت اكتر من كده. طب خليني ارجع للجزء بقى اللي هو المهم جدا، وهو دور الاعلام في نقل الصوره حتى الحقيقيه. الحقيقه انا شايفه انه في مجهود كبير جدا جدا على المؤسسه الاعلاميه. خليني اقول لك برضو في obligation ولا يعني في طلب من المؤسسه الإعلامية انها تشتغل على دوت، ولا دوت انت شايفه انه اوريدي بيتم؟ شوف هو في مؤخرا يعني ده ملموس محسوس دلوقتي يمكن بيتعمل، ولكن خليني اقول لك برضو على نطاق مش بالشكل المطلوب او بالصوره المطلوبه او بالكفاءه المطلوبه. لكن خلال الفتره اللي فاتت، يعني انا رمضان اللي قبل اللي فات كان في وحده المراه وقضاء المجتمع، كنا بنرصد في المركز صوره المراه المصريه مثلا في دراما رمضان. الحقيقه كان يعني بالارقام كده كان نسب عنف كبيره، صوره سيئه، المراه الخاينه بتطلع بشكل كبير جدا. وانا غفلت تماما عن نماذج يعني حابة ان احنا يعني نتكلم عليها، المرأة في المناصب القيادية، المرأة المعيلة، الست المكافحة البسيطة اللي بتكافح وبتربي ولادها، ما شفناش النماذج دي كانت ممثلة. يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت لا بدأ الدفة بالظبط، بدأ يبقى فيه. بص انا مش عايز يعني بس عشان ابقى واضح والجمهور اللي بيشوف البرنامج يبقى عارف، وهم متعودين ان انا دايما ببقى صادق معاهم، انا مش عايز اغير واقع. انا بالعكس زي ما بقول ان في وحش لازم اطلع الحلو، أكيد. يعني لازم زي ما اقول ان في نماذج مش كويسه لا، بس في نماذج كويسه ومشرفه. بس هو المشكله ان دوت بيقابل بقى المنتجين ان ده ما بيبيعش، ولا اللي بيبيع هو الوحش. طيب دي مقوله خطا بدليل بدليل انه احنا لما جينا عملنا فيلم الممر شفت نسبة المشاهدات كانت عاملة ازاي، وما كانش حتى متوقع ان فئات معينة تشوفه. يعني احنا قلنا ممكن مثلا انت بتتكلم من 30 لفوق، الناس اللي هي يمكن عصرت الاحداث دي بشكل عندها اكتر وعي او نضوج، لكن لا احنا شفنا كمان شفنا 16 سنة وشفنا 13 سنة. لما جينا عملنا الاختيار واحد والاختيار اثنين، ان شفنا انه لا مفيش قصة انه هو ده اللي بيبيع ولا الجمهور عايز كده ولا انه انا لازم بس احط لا. بصي يمكن الاختيار واحد واثنين دول ليهم او عشان هي بتلمس قصص حقيقيه عشناها وبتلمس يعني ملفات حساسه جدا، فكانت قريبه للناس قوي، يعني كانت لان شفنا ده يعني كلنا عشناه وشفناه. لا انا بتكلم على الدراما بشكل عام. طيب يعني خليني اقول لك برده ولو هنتكلم بشكل عام، يعني دايما يعني سوري معلش مش غير اقطع كلامك، دايما لما اقلب يعني اقلب القنوات على مسلسلات مصريه لازم يبقى فيه زعيق، يعني طب ليه يعني صوت عالي لا زعيق وخناقه وهو دوت ليه يعني. انا بتفق معاك، معاك حق، ولكن انا برضو خليني اكد على يعني اللي انا كنت بقوله لك انه فكره ان الجمهور عايز كده ده استسهال. استسهال انه بالظبط، وانت بتستسهل النهارده بتجيب مطرب مهرجانات وبتجيب راقصه يعني وبتجيب مش شويه اسماء. في بعض الفنانين مثلا طلعوا نجحوا في دور معين فنفس الدور في كل الافلام، والغريب انه بيبيع برضه يعني ما هو بص هو خلاص باع الفكره انه خاصه لما بيبقى في دور معين بلطجي وعنف والناس بتبقى مبسوطه ودوت ومستنيه دوت يعني. ما هو بص هنا بتكمن الخطوره، وحاجه كمان هو الجمهور مستقبل، فهو هيستقبل منك الكويس بالظبط، وهو محتاج منك يعني تاني ايه زي ما كنا بنقول انه انا كمبدع انا بنقل الواقع. بس خليني اقول لك حاجه، يعني خليني اعمل مقارنه كده عشان ما يكونش الكلام نظري بس، لو هتيجي ترجع ورا كده شويه شويتين كتير
في مسلسل حقيقة انا مش فاكره اسمه ايه بالظبط، بس انا بحب يعني اذكره، يا ريت لو افتكر اسمه يعني الذاكره. طيب المسلسل ده كان بطوله الهام شاهين الفنانه الكبيره الهام شاهين، وكان بيحكي عن قصه فلاحه بسيطه ما اتعلمتش، ولكن هي يعني اخذت دروس محو اميه وقدرت ان هي توصل تكون نائبه في البرلمان. بيحكي بقى المسلسل ده انه ما هو واقعه، انا بنقل لك الواقع، بلمس على انه ما فيش تعليم في القرى، بلقي الضوء على ده، لكن بقول اهميه التعليم، هي اتعلمت برضه اصول محو الاميه. الست دي قدرت تكافح ان هي تبقى عضوه في البرلمان، عضوه في البرلمان بتعبر عن مشاكل المراه اللي زيها اللي موجوده في القريه، بتعبر عن مشاكل الفلاحين اللي قرايبها وجيرانها اللي في القريه. بيلقي الضوء كمان على مشاكلها هي الشخصيه كست، هي بتعاني من ايه في جوازها، في طلاقها، في تربيه اولادها، الناس بتبص لها ازاي قبل ما تبقى عضوه وبعد ما بقت عضوه في البرلمان. فقصدي انه انت مفيش مشكله ان انت تنقل الواقع، بالعكس يعني هي بس عارف المقولة عامله زي لا تقربوا الصلاه، انت ما بتكمل هم ما بيكملش القصه، انت انقل الواقع. ولكن حاجه، اولا انت ما راعي انه ده بيتعرض بره، فكتير هيشوفوا، خلي بالك انه انت ما تعممش عشان ما يفكرش بره انه هي دي صوره المجتمع المصري بشكل كامل. ابقى حريص جدا ان انت تحدد ان دي بس جوه، يعني ده جوه كمان الناس بتبتدي تصدق بقى ان هو ده المجتمع، يعني حتى اللي عايش جوه بيبتدي يقول لما كل الدنيا كده يعني بالظبط، او ان هو ده العادي، يبقى هو ده العادي وهو ده المجتمع ودوت خليني اقول لك مثلا. طب ممكن نطلع فاصل ونرجع؟ نطلع فاصل. شكرا اعزائي المشاهدين، نراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse. ورجعنا لكم، معانا هبة عبد العزيز الباحثة في شؤون المرأة وقضايا المجتمع. أهلا وسهلا مرة ثالثة يا هبة. أهلا بك يا مايك. إحنا قبل ما نخرج الفاصل كنا بنتكلم عن دور الإعلام، فإن لو حضرتك تكملي الجزء دوت. انا بس يعني حابه ان كنت بقارن ما بين ان انت بتنقل الواقع من خلال دراما، ولكن دراما واعيه، ومن خلال ان انت بتنقله باستسهال او بتقول انه بتعمم مشكله موجوده او شريحه فعلا موجوده قد لا تمثل يعني 1 من 100 على 100 من المجتمع المصري، ولكن انت للاسف الشديد بتنقلها بصوره وكان هي دي بتمثل، وخاصه لما تلاقي نفس المشهد ونفس الفكر في بيتكرر بالظبط في كل الافلام وكل المسلسلات، لا تقولي لا يبقى فيه ولازم يبقى فيه وقفه، يبقى الكلام ده حقيقي. ما هو ده يندرج تحت بند الافلاس. الافلاس بالظبط على مستوى الابداع، الفكري والابداع بالظبط، انت بتكرر، لقيت ان هو ده اللي بيبيع وهو ده. ما اقول لك حاجه، احنا كنا بنتكلم لسه من شويه عن انه الممر، وكنت بتقول لي يمكن يعني انا بختلف بس معاك في ده، ان قلت لي الممر يمكن او الـ خلينا نقول ايه، الدراما الوطنيه هي بتحقق نسبه مشاهده. لا ده انا كمان السنه دي عندي الدراما بقى، لو هتكلم انا عن الجزء اللي خاص بيا اللي هو كان موجه للمراه، لا احنا شفنا لعبه نيوتن كان بيناقش يعني قضية خاصة بالمرأة، وشفنا الاغتصاب الزوجي، ويمكن شفنا انه اثار جدل في المجتمع. لا انا كنت بقول كده لان انا شاهدت الحاجات اللي انت قلتيها، الممر واختيار ركب، ما شفتش حاجة تاني فما اعرفش. لا الحقيقة كان في مسلسل لعبة نيوتن، وده كان بيناقش بعض المشاكل اللي بتتعرض لها المرأة، وزي ما كنت بقول لك يمكن من ضمنها مشكلة زي الاغتصاب الزوجي. ويمكن كان ده يمكن بقى الجميل في الفن، او انه لما بيقول لك ان الفن رسالة، ساعات في ناس بتتخض من الكلمة دي وتقول لك يعني الفن ده ترفيه. في جزء ترفيهي، ولكن هو طبعا في رساله، ورساله كبيره كمان، وما نقدرش نقول انه ده يعني مش رساله الفن. بعد المسلسل ده بدا يثار في المجتمع النقاش حول القضايا الخاصه بالاغتصاب الزوجي، بدا يتكلم فيها المؤسسات الدينيه، بدا يتكلم فيها القانون، وهو يعني الاعلام كان ليه دور ان هو يكشف او من يعني خلال قصه بتتقدم بشكل محترم ومهذب، في مشكله ومحدش بيتكلم فيها بالظبط، ومعموله كمان بقى بشكل يعني غير خادش للحياء، وان هو هيدخل طبعا ده مسلسل فدراما بتدخل البيوت المصريه، فكان معمول الحقيقه بشكل راقي ومحترم وفني رائع جدا. كان في كمان مسلسل اللي هو كان بتاع ياسمين عبد العزيز اللي ملوش كبير، المسلسل ده برضه كان بيتعرض للعنف بقى ضد المراه والزوجه اللي زوجها بيضربها،
وفكرة الطلاق ونظرة المجتمع وتحررها من يعني من ان هي ازاي بتقدر تدافع عن نفسها وازاي تقدر تبتدي فكرة اصلا انه المجتمع بيبص ازاي للمطلقة وازاي هي بتبتدي حياة جديدة والمشاكل اللي هي بتتعرض لها. شوف انت باحثة وكاتبة صحفية وبتستعيني بنماذج من مسلسلات وافلام، ده يقول لك ان قد ايه الاعلام والفن يعني حاجة مرعبة طبعا، يعني انا انه بيدخل البيوت وبيوصل رسائل بعينها، فلازم يبقى حاجة الحاجة اللي بتتعمل لازم يبقى يعني مدروسة كويس. وعارف كان عندنا زمان كده، يعني الحقيقة انا نفسي يرجع تاني، يعني مش عارفة تفتكر ولا لا، كان قطاع الانتاج. قطاع الانتاج ده الحقيقه كان يعني شايفه ان دي كانت مؤسسه مهمه جدا جدا، لانه المؤسسه دي كان فيها مركز ابحاث. مركز الابحاث ده بيقوم بدراسه يعني عارف كده اللي هو ايه، المجتمع المصري، احتياجات المجتمع، احتياجاته، المشاكل اللي شغاله دلوقتي، سلوكياته، منظومه القيم. لانه طب انا اسف مش عايز اقاطعك، بس سلوكياته دي بقى يعني احطها تحت خط، يعني انا كنت يعني انا افهم تحرش فردي، لكن مشكلة التحرش الجماعي دي مش قادرة استوعبها. لا هقول لك، يعني لما يعني قريت في أخبار فترات معينة في مش عارف المنصورة وفي الزقازيق وفي القاهرة، وبنت تبقى ماشية في الشارع ويتلم عليها 200 واحد، أنا مش قادرة أفهم دوت يعني. شوف هو ببساطة شديدة ده هنعرفه من تعريفنا للمتحرش. من هو المتحرش؟ المتحرش ده شخص بيعاني من اضطراب نفسي. ده ما يعنيش بحال من الأحوال إن هو يتم إعفائه من العقاب، ولكن هو التحرش أصلاً إيه يا مايكل؟ التحرش هو اضطراب بيدعمه خلل مجتمعي. فالمتحرش ده شخص عنده اضطراب نفسي مش مظبوط. وفي أنواع كتيرة بقى للمتحرشين، يعني ممكن نتكلم فيه ثلاث أنواع تحديداً يعني. لا مهم دوت، انا عدي عليهم بسرعه. طيب في طبعا هتلاقي عندك هو في نوعين اساسيين بيندرج بقى تحتيهم بقيه التصنيفات، في المتحرش العرضي وفي المتحرش المرضي. العرضي ده اللي هو عارف كده ايه، جت معاه في السكه يعني، هو ماشي كده، ده مش بيعاني من وانا معديه قلت يعني ايوه كده، فيقوم قايل كلمه متحرش عامل يعني بعينيه. ما التحرش برضو ده في لفظي وفي يعني وفي الكتروني كمان، دي كارثه يعني. ده جديد ده احنا دي ممكن يعني نعمل لها حلقات. ده جديد على فكرة، ده خطير جدا. ديجيتال هراسمنت بالظبط يعني. والدولة الحقيقة برضو يعني والقيادة السياسية مهتمة بالجزئية دي، وفي صدر عدد من القوانين الخاصة بالتحرش الإلكتروني، وبيتم محاسبتهم المتحرشين إلكترونيا. يعني احنا بنقعد نقفش منهم كتير كده كل يوم، لأنه وبيتم معاقبتهم وتتبعهم من خلال مباحث الإنترنت الحقيقة. يعني هناك قايمين بدور جميل جدا. ففي العرض ده زي ما بقول لك، يعني هو ده مش 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 بيعاني من اضطراب نفسي يعني وشكل مرضي، ممكن حاله النهارده يعني جات له فرصه، وده برضو ده مش حاجه حلوه يعني ولا حاجه كويسه، بالعكس ده نموذج سيء ومسيء. وفي بقى المرضي ده بقى هو الخطير جدا، ده اللي ما بيقدرش يمنع نفسه بالظبط. المرضي ده بيجي اللي هو ثلاث انواع. في الاستعرائي ده اللي هو بيتعمد يكشف جزء من جسمه، طبعا يعني جزء من اماكن معينه، يعني استعرائي بيتعرى يعني. بالظبط. وده بيلاقي متعته في ايه بقى؟ ان هو يشوف العارف تعبيرات الدهشه والخجل على وش الضحيه بتاعته. هو ده بالنسبه له ده اقصى حاجه يعني. وللاسف الشديد احنا بنشوفهم بقى سواء في يعني في بعض المتسولين اللي بيبقوا موجودين في الشارع، او بنشوف ناس يعني للاسف الشديد جدا وباختلاف الاعمار يعني المختلف الشرائح العمريه. في اللي هو المتحرش التحققي، ده اللي هو زي ما بتشوفه في وسائل المواصلات، وكنا شفنا نجاح الموجي وشفنا في مسلسلات وافلام كتير، ده اللي هو بيتعمد ان هو يحتك بالضحيه بتاعته. وده غالبا لو الضحيه يعني كشفته فبيحاول ان هو يعتذر وعادي ويخسر بالظبط. لو لقى انه يعني خلاص فعادي جدا بيكمل ويتمادى. وممكن فيهم نوع تاني بيمارس العنف بقى ضد الضحيه، ان هو بيبدا يعنفها ويبدا ممكن يهينها ويشتمها. طيب في النوع بقى الاخطر من كل دول هو السادي ده بيستمتع ان هو بيهين وبيذل الضحيه بتاعته. يعني تلاقيه ان هو بعد ما ممكن بيتحرش او بيغتصب الضحيه يصورها بيضربها. الحقيقه
دول كلهم مرضى عندهم بيعانوا من اضطراب نفسي. طيب ايه بس لما قلت لك التحرش الجماعي دول ما انا جايه لك 150 واحد ما هو انا مرضى اجتمعوا مع بعض في مكان واحد يعني. شوف اما انا جايه لك بقى في الكلام، احنا اتفقنا الاول انه البني ادم السوي مش هيتحرش. طيب المتحرش ده بني ادم هو عنده اضطراب نفسي، وهو عارف انه زي الحرامي بيختلس حاجه مش بتاعته، فعايز يعمل حاجه ويطلع يجري. فلما يلاقي انه في كذا واحد كمان، يعني هو واحد ابتدى عمل كده، تمام. ده طبعا بس انا مش بقول ان ده بس مجرد اضطراب وخلاص، لا، ما قصد التحرش ليه اسباب كتيره جدا. ليه اسباب تخص اولا الضمير، تمام، والتربيه والاخلاق ومنظومه القيم بقى اللي احنا بنقول عليها. ما انت لما يحصل عندك خلل في المنظومه الخاصه بالقيم المنتشره في المجتمع، انا المنظومه تحديدا الخاصه بالقيم الانسانيه والاخلاقيه بعيدا حتى عن القيم الدينية، وتلاقي برضو انه في بعض الاصوات من المؤسسة الدينية بتغالي هنا او بتتكلم يعني انه لا ده هي بسبب لبسها، ده مش عارفة ايه الكلام يعني. في ناس بيقولوا كده، ما بيقولوا ان الست هي السبب، يعني لو كانت تحرش بست هو في تحرش بحاجات تانية، بس يعني لو تحرش بسيدة يعني في ناس بتقول لك هي عشان لابسه كده فهي بتدعي الناس انها تتحرش. طيب هو دول بس هترد عليهم رد بسيط جدا، يعني انه والله لو هو الموضوع كده يعني هي السبب زي ما هو بيقول او حاجه. طيب ما هو انا لو انا موظف في بنك وقدامي بقى عندي فلوس موجوده، طب ما هو انا يعني امد ايديا يتحرش بالفلوس بالدولارات هسرق الفلوس يتحرش بالدولارات يتحرش بالدولارات يعني هي فكرة سرقة حاجة لا ما هو يعني المتحرش ده سارق مختلس، هو بيستبيح حاجة مش من حقه. فعشان كده انت بتقولي انا مش قادر استوعب فكرة أيوة التحرش الجماعي. الجماعي هقول لك ايه، شوف ما هي الفكرة في كده. انت دلوقتي واحد هو مضطرب نفسيا، تمام، وفي بقى مشاكل عندك كتير في المجتمع، خلينا برضو نتكلم، في بطالة، في ظروف اقتصادية معينة، في ان الناس قاعدة، ما هو البطالة دي دي الحاجة، في فراغ، فبيشاهد افلام اباحية، بيقعد يتكلم مع حد في المواضيع اللي هي دي، الفراغ قاتل نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. حد فاضي ما عندوش لوازع ديني ولا اخلاقي ولا اي حاجه، ما اقول لك ده شخص مضطرب، فهو شاف حاجه زي كده، يعني المفترض انه ابن البلد الجدع، او يعني بلاش ابن البلد الجدع، الراجل السوي انه ما يقبلش ان هو يشوف تصرف زي ده بيحصل قدامه. صحيح، واحنا كنا بنشوف ده زمان يعني، ده بالظبط، مش المفروض يمشي كمان، ده المفروض يمنع دوت يعني. شوف الرجوله تحتم عليه انه فرض ان هو لازم يدافع عن البنت دي، انه شايف انه بنت بتتعرض يعتبر البنت دي امه واخته. دول اللي عندهم نخوه ولا عندهم رجوله ولا متربيين ولا عندهم اخلاق ولا عنده اي حاجه. ما هقول لك من الاسباب بقى المنتشره، شوف عندك مشكله في التعليم، تمام. التعليم زي ما قلنا انه انت في الاخر انت مش فكره ان انت عايز تخرج واحد حتى بيقرا ويكتب، ده اللي كنت بقوله في الاول. بالظبط، في قواعد وسلوكيات انسانيه هو متربي عليها، دي حاجه. حاجه تانية عندك بعد ما فيش عقاب، يمكن ما فيش ردع كافي. لسه كنت هقول لك دايما اللي هي الجلسات العرفيه واعتبري يا بنتي ده مستقبله هيضيع لو عملتي محضر. ده في اكتر من كده بقى كمان، ان هو انت عندك العقوبه. ما هي الفكره انه كمان احنا مشكلتنا ما كانتش في تغليظ العقوبه قد ما هي في تطبيق العقوبه. لانه المتحرش ده، او بص في قاعده كده بتقول لك من 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 امن العقاب اساء الادب. خلاص انا دلوقتي ما شفتش ولا مره يعني انه في متحرش تم عقابه، فبالتالي هتلاقي التكرار ده. بالظبط. وخليني بمناسبه بقى ان انت قلت تحديدا على موضوع التحرش الجماعي، احنا كنا بنشوف انه هتلاقي تحديدا في 2014 15 16 الظاهره دي كانت منتشره بشكل كبير جدا، وخاصه في الاعياد، في العيد الكبير، في العيد الصغير، في شم النسيم، ظاهره تحرش جماعي من ولاد صغيرين بينزلوا رحلات في المولات في ايوه الشباب بتنزل رحلات يقول لك احنا النهارده اليوم التحرش العالمي. فاكر انت في تحديدا في الثلاث سنوات دول. طيب لو هتبص كده انه 17 18 19 20 ده جزء من الفن بتاع العيد يعني. بالظبط، وكنا بنشوف ده بشكل يعني فج جدا ومقزز ويعني منتهى الحقاره والسفاله. يعني انت مش ملاحظ انه خلال السنوات اللي فاتت دي ما بنسمعش عن الظاهره بالشكل ده؟ قوي دي. طيب ما هو ده بقى راجع لايه؟ راجع انه بدانا نتكلم في الموضوع في صحوه. يمكن خلينا احنا برضه عشان نقول الايجابي والسلبي،
خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في بعض الأعمال الدرامية اللي تطرقت لظاهرة التحرش، زي فيلم مش فاكرة اسمه 7/8/7 أو حاجة كده، كان بطولة نيلي كريم. الحقيقة فيلم مهم جدا جدا، وكان بيتعرض تحديدا لظاهرة التحرش في وسائل المواصلات، وخاصة مع المرأة العاملة، محاولة أن يتحرش بها الراجل لأن هي خارجة تزحمه في سوق العمل، الحاجات اللي هي بالشكل ده. الفيلم ده هايل جدا لأنه تعرض للظاهرة بشكل واقعي وبدون إسفاف. فالظهور ده مع حاجة مهمة جدا جدا، وأنا اللي حابة بقى أقولها لكل البنات والستات يعني النهاردة، ما تخافيش. أي بنت بتتعرض للتحرش إحنا عندنا مشكلة، وهو ده اللي هيرجعني تاني لفكرة اللي كنت بقولك عليه، التحدي الأكبر بالنسبة لنا هو التحدي الثقافي والاجتماعي. طبعا. الضحية بيتم التعامل معاها على أن هي الـ 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 يعني اسكتي ما تتكلميش، انت غلطانه، عيب، ده عار، ده كذا، مش كويس، وانت اللي بتدي له سجن. لو تفتكر في قضيه لسه كانت من قريب، البنت عملت صفحه على الانستجرام تقريبا، وقالت فيها انه في شاب في الجامعه الامريكيه اتحرج بيها، وبدا البنات اللي الشاب ده اتحرش بيهم، هو يمكن التحقيقات كمان اثبتت انه الولد ده اتحرش باكتر من 100 بنت. بدات البنات تدخل وتحكي وتتكلم. القضيه دي كانت مثاره من قريب وتم الحكم الحقيقة عليه. لا طيب. انا 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 في نقطه عايز اثرها، لان يعني انا يعني ده واحد واتمسك واتحاسب، لكن طبعا في ناس كتير ما بتتمسكش وما بتتحاسبش بسبب او باخر. يعني ساعات بيبقى في تصالح، ساعات في ناس بتدفع فلوس للضحيه وتمشي، ساعات هي بتخاف وما تتكلمش اصلا، ساعات هي بتخاف، ما في 100 سبب، نسبه كبيره جدا. ساعات اهلها بيقولوا لها ما تفضحيناش ما تتكلميش، يعني كذا سبب. او ساعات هي بتبقى بتقول خلاص انا مش عايزه اذيه، والناس بتيجي تقول لها ده مستقبله هيضيع لو عملتي كده. النقطه اللي انا عايزه اثرها ده حقها هي، تمام؟ طبعا وهي ضحيه، هي تملي تعمله. لكن فين الحق المدني؟ يعني انا عايزه اقول ان احنا ممكن يبقى في لو هي حتى تنازلت، يبقى حتى انت قصدك ان الدوله ليها حق عنده. بالظبط. يبقى دوت لازم يبقى في تشريع جديد، انه يعني لو اتنين اختلفوا وهي حتى لو تنازلت، في حق المدني للدوله، حق البشريه، حق الانسانيه. بالظبط. يعني هي ممكن تسامح في حقها، هي حرة، هي حرة تتنازل تحاسب، لكن احنا كدولة لا نسمح بهذا. وخلينا نقول حاجة، يعني انا بحييك الحقيقة على السؤال ده، لانه مهم جدا جدا، وده بيصب برضو في 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 في, في الجزء بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، اللي هو الخاص بنشر الوعي الثقافي والمجتمعي، انه احيانا كمان الضحية بتتعرض لضغوط. ويمكن طبعًا. خليني باب المناسبة، يعني كان في كمان مسلسل رائع جدا اسمه الطاووس، كان بيحكي عن قصة تحرش برضو ببنت، وتم اغتصابها وتصويرها، ومروا بقى على قصة الضغط على الضحية بكافة الطرق، يا سواء بقى بفلوس ماديا، سواء بالتهديد، بالخطف، بوسائل عديدة جدا. فده بقى اللي كمان بنناقشه النهاردة، اللي هو فكرة تغليظ العقوبة، ومش بس تغليظ العقوبة، ان هو اللي انت بتتكلم فيه فكرة ده اللي نفسي أشوفه، المجتمع بقى حق المجتمع من ال- 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 الجاني ده، يعني عشان يبقى في حاجة الواحد يخاف منها. حتى اصل هو لو حد مثلا عمل هذه المشكلة وتحرش ببنت وهي تنازلت عن طريق ضغط، عن طريق تهديد، عن خلاص طريق ده هيبقى خلاص اي متحرش شايف انه خلاص ونخلص الموضوع، القصة. او تهديد نقولها نخطف اهلك ولا، لكن لما يبقى عارف ان هو دايما في حق مدني او حق مجتمعي، ده الدوله مش هتسمح فيه. بالظبط. وهو بعدين، ما هو ده دي القاعده بقى اللي كنا بنقولها، انه من اساء العقاب، من امن العقاب اساء الادب. فعشان كده بقول هو بس عارف لما يطلع كده على الساحه ثلاث اربع متحرشين تم الحكم عليهم وتغريمهم ماديا وحبسهم يعني جنائيا، احنا كمان بنناقش انه ده يتحول من جنايه، من جنحه الى جنايه. فلما تشوف حاجه زي كده هتبص تلاقي انه بدا كمان حاجه تانية، انه البنات ما بتخافش، هي يعني دلوقتي ابتدوا يتكلموا. شفنا فتاه المطار وابتدت تتكلم، والمترو والقطر. ويمكن حاجه بقى تانية الحقيقه مهمه جدا برضو يا مايكل، في ظل بقى ان احنا بنتكلم احنا بس يعني طيب في السريع نقولها بسرعه عشان انا شايفه دي كمان مهمه جدا. سريعا بس كده، هو التحرش الالكتروني. انا بدعو كل البنات والستات ان هم سكرين شوت من المتحرش اللي داخل يتحرش بيها الكترونيا ده، اي واحد داخل لها على الخاص، هو مش في قائمه اصدقائها، او هو بيتحرشوا على عام يعني على عام وعلى الخاص، هو بس يعني ماشي خلينا، وحتى على الخاص في مباحث الانترنت الحقيقه هم يعني شغالين يعني في الجزئيه دي، وعندنا قوانين وهتاخد حقها. وكفايه ان هي بتعلن عندها، وفي صفحات على فكره كتير بتدعم البنات اللي هم بيتعرضوا للتحرش الالكتروني، ما تخافش، وعندها
المجلس القومي للمرأة، مجلس الأمومة والطفولة، الخط الساخن تقدر تتصل بيه، وفتح المتحرش. أنا بشوف إن دي شيء مهم جدا جدا، ما نعملش زي النعامة ونخبي رأسنا في التراب. شكرا يا هبة، وميرسي على المعلومات القيمة، وويلكم تو أمريكان بولس. ميرسي ليك يا مايكل، وأنا بجد مبسوطة، ومبسوطة أولا لأن إحنا أول مرة مع بعض النهاردة، ومبسوطة إن شفتك يعني بعد سنتين. أهلا وسهلا بيكي. أعزائي المشاهدين، نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم النبض الأمريكي. تصبحوا على خير.